في الحقيقة اليقطين هذه الكابويا هي عائلة كبيرة جدا. نعم، هي عائلة الكوكوربيتاس يقولون. نعم، عائلة القرعيات. قرعيات، والقرعيات هذو واش فيها العائلة هذه؟ فيها فاريتي كبيرة تاع لي سبيس. كاين الأولى قايتك ديجا الدلاع، الناس قاع تعرف الدلاع. نعم، هي عائلة واحدة مع الكابويا. البطيخ، الخيار، عائلة القرعيات. الحصن واسمو القرعة اللي رانا ناكلوها القليلشة كيما نقولوا. نعم، اكسترا. نعم، هادو قايتك عائلة واحدة. نعم، وهاد العائلة فاش فتتميز العائلة هذه تتميز بالكبر اللي كاباسيتي تاعها باش تكبر. نعم، بلوس نعطيو الماء، بلوس نمدو، بلوس نمدو الماكلة، بلوس نمدو أسميدة. نعم، وكاين تقنيات. يعني واش تعطيها؟ تعطيك هي تعطيك على حسب واش تمدلها، تداويها، تتهلا فيها تتهلا فيك، يعطيك الصحة. وهذه سبيسيال هذه القرعيات. نعم، لو كان حكموا الدلاع بايزوب، حنا نشوفوا في السوق كان دلاع اللي يلحق حتى 30 كيلو 25 كيلو على باسكو. نعم، ولكن حاجه يعني حاجه اللي تحبسها هو اللي يحبس الحجم هذاك هو ليكلاتمون، هو ترطيك. نعم، بصح في الكابويا عندها 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 القشره تاعها جايه إلاستيك، جايه شغل محسوب تنجم تتجعد. نعم، بلا ما تكلاطي. في الدلاع لا، واش شنو حنايا في الدلاع نزيدوا له الكالسيوم وكاع باش هذيك القشرات تشد. وفي الحقيقه منتوج كبير جدا، والكابويا هذه راهي يديروها دي سوب، راهي ياكلوها بكل نوع. نعم، وهذه ما فيها بزاف لي بروتين، فيها بزاف الصوالح اللي ينفعوا للجسم تاع الانسان. نعم.